بدأ رمضان، فلم نستطع أن نواصل 15 يوما قياما، شهر الطاعة. بدأ رمضان أحلى مواسم الطاعات، وفي كل يوم صفوف المصلين تقل في جميع الصلوات. غفلة غفلة، ليس في التراويح فقط، أحوال المسلمين. أول ما بدأنا الشهر كان يصلي الفجر معنا 4 إلى 5 صفوف، ومع انتصاف الشهر غفلة. عادت الصفوف إلى ما كانت عليه قبل رمضان. غفلة. عادت الصفوف إلى ما كانت عليه قبل رمضان. أيها المسلمون، هل خشعنا؟ أيها العابدون، هل خضعنا؟ أيها الراكعون الساجدون، هل استحضرنا عظمة من نقف أمامه؟ كم هم اليوم المنافقون؟ المنافقون، لقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. اللهم عفوك. ولقد كان الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف مع شدة مرضه. لله ضرهم. فلماذا يتخلف الأقوياء؟ لماذا ينام الأصحاء؟ قلوب مريضة. مرضى القلوب الغافلة والقلوب القاسية البعيدة عن الله جل في علاه. اللهم عفوك. والله لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. أحوال العابدين. فأنا أريد أن أموت في مسجدي وأنا أنتظر الصلاة. الصلاة الصلاة. أليس من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق في المساجد؟ بلى والله. فبماذا تعلقت قلوبنا؟ بطاش ما طاش وأكاديمي ستار والشاشات والقنوات، وأعراضنا تنتهك ونساؤنا تغتصب، ينادون بحقوق الحيوانات ولا ينادون بحقوق المسلمين. هن على الله بل هن على البشر. أليس هذا هو الواقع؟ الضاحكون في كل مكان، بل قل المقهقهون. وحالنا حال لا يعلم بها إلا الله. حوض الرسول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. ورى كتابي حوض الرسول، ورى كتابي بيميني وارتوي. يقظه. فكن رجلا رجله في الثرى وقامة همته في الثريا. يقظه. واعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم. يقظه. وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. يقظه. والصلاة خير من النوم. يقظه. والتجلد خير من التبلد. يقظه. والمنية خير من الدنية. يقظه. فكن رجلا يقظه. فكن رجلا يقظه. فكن رجلا يقظه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول cool.